تامر مصطفى، والنهارده ان شاء الله اول حلقه لينا في المراجعه بتاعه منهج ثانيه ثانوي الترم الاول. ان شاء الله باذن الله في الحلقه ديت والحلقات اللي جايه نبسط الموضوع قوي مع بعض ونعمل كده ريفيجن سريع على المنهج بتاع الترم الاول. النهارده يا جماعه اول حلقه لينا في الريفيجن بتاع منهج ثانيه ثانوي اللي هي يونت 1. ويونت 1 بيتكلم عندي على النيسيسيتي او الضروره. كلمه نيسيسيتي قال لي ممكن يحل محلها كلمه امست او ان اوبليجيشن. ضروره يعني حاجه انا مضطر او مجبر ان انا اعملها. الدرس متقسم عندي ازاي؟ عندي ثلاث ازمنه اللي هو البريزنت، المضارع، الباست، الماضي، الفيوتشر، المستقبل. لو انا بتكلم في المضارع يبقى حاجه انا مضطر ان انا اعملها في الماضي، حاجه اضطريت ان انا اعملها في الفيوتشر في المستقبل، حاجه هضطر ان انا اعملها. باجي اعبر عن الضروره بصفه عامه عندي طريقتين، يا اما هبدا الجمله بتاعتي بإيت يا اما هبدا بالسبجكت بالفعل. طبعا عندي احنا قلنا في ثلاث ازمنه مضارع ماضي مستقبل. في المضارع لما اجي ابدا بإيت بقول إيت إز، في الماضي it was، في المستقبل it will be. طب ورا verb to be عندي بيجي ايه؟ بيجي عندي adjective صفه اسمها necessary، يبقى بقول it is necessary، it was necessary، it will be necessary. يبقى في المضارع بقول it is necessary، في الماضي بقول it was necessary، في المستقبل it will be necessary. ورا necessary بجيب for مفعول الشخص اللي هيضطر يعمل حاجه، بعد كده to والمصدر. يعني انا لما اجي اقول مثلا من الضروري عليه او هو مجبر ان هو يذاكر، فبقولها ازاي؟ بقول it is necessary for him to study hard. It is necessary. It is necessary for him to study hard. طب لو رحت للماضي بدل is هتبقى was، يبقى it was necessary for him to study hard. طب في المستقبل هقول it will be necessary for him to study hard. ده بالنسبه عندي لات. طب لما اجي ابدا بالسبجكت بالفعل قال لي هم دي هتبقى هي على سبيل المثال، طب اقول هي ايه؟ قال لي في البريزنت في المضارع عندي must have to او has to، have got to او has got to، عندي need to. فعلى سبيل المثال ممكن اقول he must study hard او he has to study hard. طيب في الباست في الماضي، الماضي عندي حاجتين بشتغل على حاجه اسمها had to او needed to، يبقى هو اضطر ان هو يذاكر امبارح مثلا كويس، يبقى he had to study hard yesterday، he needed to study hard yesterday. طب في المستقبل بقول برضو he will ايه بقى؟ he will have to او will need to، فبقول he will have to study hard next year، هو هيضطر ان هو يذاكر كويس السنه اللي جايه. في نقطة يا جماعة في الدرس بتاع ضرورة أو necessity كلنا بنتلخبط فيها أو كتير مننا بنقع فيها، اللي هو الفرق بين must و have to. الفرق بينهم هما الاتنين، أولا هما الاتنين بيستخدموا في الضرورة بصفة عامة، إنما لما أجي أدخل في الديتيلز بتاعتهم هقول إن must بتستخدم في القوانين العامة اللي هي بتخص الدولة كلها والناس كلها، زي ما أجي أقول لك drivers السواقين لازم يربطوا حزام الأمان، يبقى أقول drivers must wear seat belts. انما لما اجي اقول لواحد انت لازم تلبس حزام الامان، يبقى انا هقول له هنا you have to wear seat belts. يبقى اي قانون القوانين العامه كلها بجيب فيها must، في الالزام الخارجي لما بخص حد معين فبجيب have to. دي حاجه. الحاجه الثانيه must عندي ليها استخدامات ثانيه كتير. عندي مثلا الوارم انفيتيشن اللي هي الدعوه، لما ابقى ماسك في حد قوي واقول له انت لازم تيجي تزورني، هل انا هنا بجبره؟ لا مش بجبره، فبقول له ايه؟ يو ماست كم اند فيزيت مي، هنا دعوه بس الدعوه بشده قوي، انا عايزه يجي يزورني. الحاجه الثانيه ممكن تستخدم في الالزام الشخصي، انا لما بلزم نفسي بحاجه محدش بيلزمني بيها، زي ما اجي اقول لك انا لازم اتفرج على الفيلم دوت. I must watch this film.
ما بقولش اي هاف تو، يعني ما فيش هنا سلطه خارجيه بتجبرني ان انا اتفرج على فيلم. الحاجه الثانيه اللي ممكن استخدم فيها ماست سترونج ادفايس، اللي هي النصيحه القويه. لما اجي اقول لواحد انت لازم تغسل ايدك قبل الاكل، فبقول له يو ماست واش يور هاندز بيفور ايتينج. خلاص يبقى انا عندي ماست ممكن تيجي في النصيحه القويه، ممكن تيجي في الالزام الشخصي القوانين العامه، انما هاف تو طبعا الزام خارجي زي ما احنا قلنا. دلوقتي يا جماعه احنا اتكلمنا في حاله الاثبات لما اكون مضطر او مجبر ان انا اعمل حاجه معينه. اتكلمت عندي في الثلاث ازمنه، في المضارع وفي الماضي وفي المستقبل. لما اجي بقى النيجاتيف او النفي اللي هو عدم الضروره. عدم الضروره ده حاجه اختياريه، يعني حاجه انا مش مجبر عليها، اتس اوبشنال. يعني لما اجي اقول لك بكره اجازه، انت مش مضطر تقوم بدري، طب افرض انا قمت بدري، خلاص انا حر، مفيش عقاب عليا ومفيش غرامه عليا ومش هتعرض لاي نوع من انواع العقاب. يعني مثلا لما اجي اقول لك tomorrow is holiday، بكره اجازه، انت مش مضطر تقوم بدري، طب قمت بدري خلاص الموضوع ما فيهوش اي حاجه. طب لما اجي اتكلم عن عدم الضروره برضه نفس الكلام ونفس الشكلين. لو انا هبدا بإت هيبقى معاها فيرب تو بي اللي هي الايز والواز ويل بي، بس هنفيهم. هاجي اقول لك ات ازنت نيسيسري، يعني مش من الضروري. ات وازنت نيسيسري، ما كانش من الضروري. ات وونت بي نيسيسري، مش هيكون من الضروري عليك انك تعمل كذا. طيب نمشي مثال مثال. انا لما اجي اقول مثلا مش من الضروري عليك انك تنام دلوقتي، لسه بدري. اقولها ازاي؟ يبقى اقول له it isn't necessary for you to sleep now. It's early. يعني لسه الجو بدري او الدنيا بدري. طيب لما اجي اقول له مثلا انا رايح مشوار، انا عايز تيجي معايا، عايز مش عايز براحتك. اجي اقول له مثلا I'm going out. Do you want to go with me؟ عايز تيجي معايا او do you want to come with me؟ تيجي معايا؟ يبقى هنا الموضوع اختياري مش اضطراري. طب هقولها ازاي؟ انا هقول برضو it isn't necessary to come with me، يبقى انت مش مضطر ان انت تيجي معايا. زي مثلا لما اجي اجيب لك جمله في الباست في الماضي مثلا، اجي اقول له yesterday you got up early، انت صحيت بدري امبارح. it wasn't necessary for you، ما كانش ضروري عليك انك تصحى بدري. طيب لما اجي اتكلم على بكره مثلا، اجي اقول له tomorrow is a holiday، بكره اجازه. it will not necessary for you to get up early. يبقى انا نفيت is that isn't was wasn't will be that will not be or won't be. طيب ممكن اشيل النقط واشتغل على عكس الصفر، اقول لك unnecessary، يبقى it is unnecessary او it was unnecessary او it will be unnecessary. طيب ده بالنسبه عندي لقيت. لما اجي ابدا بالفعل، الفعل عندي هبدا انفي مضارع ماضي مستقبل، بشتغل على نفي المضارع البسيط او الماضي البسيط او المستقبل البسيط، فبالتالي بشتغل على don't doesn't دي في البريزنت في المضارع، didn't في الماضي، won't في المستقبل. طيب اجي اقول لواحد مثلا انت مش مضطر ان انت تنام دلوقتي، اللي هي بتاعت it isn't necessary for you to sleep now. هي لما اجي اقول له you don't، يعني اليو بتاخد don't ما بتاخدش doesn't، يبقى you don't. ورا don't و doesn't و didn't و won't be وراهم حاجتين، يا اما have to يا اما need to. تاني يبقى ورا don't و doesn't و didn't و won't بيجي وراهم يا have to يا need to. فبقول له you don't have to sleep now. طب لو عندي الفاعل هي، يبقى he doesn't have to او he doesn't need to sleep now. It is optional، يعني الموضوع اختياري بالنسبه لك. طيب لما انا اقول مثلا انا امبارح ما اضطرتش ان انا اخد اتوبيس ولا مره، ما رحتش مواصلات عشان صاحبي وصلني، هقولها ازاي؟ هقول لك yesterday I didn't have to او I didn't need to take a bus as my friend gave me a lift، صاحبي وصلني. طيب في المستقبل انا لما اجي اقول لك مثلا انا بكره مش هضطر اقوم بدري عشان بكره اجازه، يبقى tomorrow I won't اللي هي will not have to او need to get up early as it will be holiday علشان بكره اجازه.
ديت النسيستي الضروره في حاله الاثبات وحاله النفي. يبقى الضروره في حاله الاثبات حاجه انا مضطر او مجبر ان انا اعملها، مفيش اختيار قدامي. عدم الضروره ده اختياري، عملت الحاجه او ما عملتهاش انا براحتي. قلت عندي ثلاث ازمنه، ضايع ماضي مستقبل، وقلت عندي ببدا او بعبر عن الضروره او عدم الضروره بايت او بالفعل، وعرفت امتى بجيب دوت وامتى بجيب دوت. الكلام اللي احنا قلناه هحط لكم في الديسكربشن اللينك بتاع المذكره بتاعت البي دي اف، ولو في اي سؤال او اي حاجه مش واضحه الناس تبعت لي على الكومنتات. الناس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده. ان شاء الله باذن الله في الفيديو اللي جاي هنبدا نكمل مع بعض يونت 1 اللي احنا هنخش على البروهيبشن والادفايس. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.